السلام عليكم متابعي دراما سبورت، شو رأيكم بكم معلومة عن منتخب سوريا وتاريخ المنتخب السوري؟ منتخب سوريا بالمركز الـ 73 على العالم، وهذا المركز وهذا التصنيف أفضل مركز وصله المنتخب السوري. الهداف التاريخي لمنتخب سوريا هو اللاعب رجا رافع بـ 32 هدف، بينما اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب سوريا هو الحارس المخضرم مصعب بلحوس بـ 100 مباراة دولية مع المنتخب السوري. أول مباراة دولية للمنتخب السوري كان مع المنتخب التركي عام 1949 وخسرناها بنتيجة 7-0. أكبر فوز لمنتخب سوريا كان على منتخب سلطنة عمان عام 1965 وفزنا يومها على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 13-0. أكبر خسارة لمنتخب سوريا كان مع المنتخب اليوناني عام 1949 وخسرنا يومها مع المنتخب اليوناني بنتيجة 8-0. شارك المنتخب السوري بكأس آسيا 5 مرات، أعوام 1980، 1984، 1988، 1996 وبال 2011، وما تأهلنا ولا مرة من دور المجموعات. درب منتخب سوريا من الخمسينات لنهاية التسعينات عدد كبير من المدربين الأجانب من روسيا، صربيا، رومانيا وبلغاريا، ومن أبرز المدربين الأجانب اللي دربوا منتخبنا هو الروماني تيتا فاليرو والروسي أناتولي، وكمان درب منتخبنا الإيراني جلال طالبي والمصري أحمد رفعت. من المدربين الوطنيين اللي دربوا منتخب سوريا فينا نذكر موسى شماس، نزار محروس، فجر إبراهيم، محمد قويض وأيمن الحكيم. تعاقب على المنتخب السوري عدد كبير من اللاعبين، منهم موسى شماس، محمد عفش، نزار محروس، مروان خوري، مالك شكوحي، وليد أبو السل، سيد بيازيد وماهر السيد. هاي لمحة بسيطة عن تاريخ المنتخب السوري، بتمنى يعجبكم الفيديو، كونوا بصحة وسلامة وعافية.